السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم كل متابعي قناة محب تربية الطيور الزينة. موضوع حلقتنا عن النتي العطال في الحمام، أو النتي اللي هي اللي مش بتبيض. النتاية دي نتاية زاجل من السلالات النادرة جدا، السلالات الكويسة دي بقالها بالظبط سنة عندي في اللوفت، طبعا ما كانتش بتبيض، وده الدكر بتاعها الأحمر. فأنا طبعا كنت قبل كده بستخدم طبعا الأوميجا 3 بلس، فاكتشفت إن هو برضو نتايجه مش قد كده. فأنا هديلكوا دلوقتي اسم نوعين دواء، دواء شرب إن شاء الله يجيب نتيجة كويسة. طبعا هي حاليا بتجيب اول حصوايا زي ما انتم شايفين، بس ما شاء الله يعني. في الدواء طبعا في توتال ده بطعم البرتقال، مكتوب عليه مكمل غذائي، وفي كمان اوستيوكير. اوستيوكير ده عبارة عن كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين د وزنك. طبعا صورة الدواء زي ما انتم شايفين اهو، نوعين الدواء. طبعا الجرعة هكتبها لكم في صندوق الوصف، الجرعة طريقة اعطاء الدواء هكتبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. الدواء هو عبارة عن توتال، توتال ده عبارة عن زيت كبد الحوت، طبعا مكمل غذائي. والاوستيوكير ده برضه عبارة عن كالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين د وزنك، ده برضه مكمل غذائي. ان شاء الله الاتنين نوعين الدواء دول، اي انتهى ان شاء الله عطال او مش بتبيض، هتاخد ان شاء الله من الدواء ده باذن الله هتحصي. طبعا هسيب لكم طريقة الجرعة وطريقة الدواء، الجرعات في صندوق الوصف ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في الشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله لو اي حد عنده استفسارات يكتب لنفسه كده. النتائج جابت الحصوية اهي زي ما انتم شايفين، وان شاء الله ربنا يرزق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.